السلام عليكم. اليوم راح نحكي على مشكل عند المرأة وهو الإفرازات من حلمة الثدي. حالة اليوم عندنا امرأة عندها إفراز في الثدي من ثقب واحد لون تاعو مائل البني. المرأة هذه عندها لي دو كوتي. العملية نقوم بها بسوزانيسي جينيرال، نقوم بشق بصفة تجميلية، سيزيغ من بعد تكون هاد الشق انفيزيب ما يبانش، ومن بعد اون ديتيك سيزيغ نحوسو على هذاك القناة المريضة، اون انجيكت ان برودوي كولورون، ومن بعد نقوموا بسي اس ال القناة اللبنية بصفة كاملة، من الحلمة حتى الميسكل حتى الداخل. كيما نقوموا بهذا السي اس ال نقوموا من بعد بالخياطه التجميليه تاعنا، وهذا اللي كان اللي نحيناه نبعثوه لابوغاتوار مخبر لتشخيص الخلايا.